أعزائنا المشاهدين، تقول كلمة الله: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي. وفي نفس الوقت أيضا تقول كلمة الله: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، هنا في الأرامية يوجد إخوة مكرسين ومخصصين للصلاة، لم ندفع لهم شيء بل تبرعوا بخدمة الصلاة لأجلكم جميعا ولأجل كل من يحتاج للرب. في غرفة الصلاة ربما تحتاج إلى خلاص الله، ربما تحتاج إلى صلاة شفاء، ربما عندك مشاكل معينة في محيط العمل تحتاج إلى صلاة، هم على استعداد. ربما تحتاج للمسة من عند الرب أن يجدد حياتك من جديد ويشعلها بالروح القدس حتى ما تخدم الرب بفعالية أكثر. هنا إخوة مباركين مستعدين أن يصلوا معك في غرفة الصلاة. عزيزي المشاهد، ربما تشعر بمشاكل عائلية، مضايقات إبليس، يمكن ما عندكش مشاكل، عندك إبليس بيضايقك في مجال العمل، في مجال البيت، بيحاول يخلق مشاكل. هنا إخوة مباركين مكرسين على استعداد أن يقفوا بجانبك، يعضدوك، يساندوك ويصلوا معك حتى ما يفرج الرب الأمور في حياتك ويلمسك الرب لمسة غنية، لمسة قوية من عنده. فتعالوا إلى الرب، تعالوا إلى الصلاة، تعالوا إلى غرفة الصلاة بطلباتكم باحتياجاتكم، واثقين بالإيمان أن الرب سيفعل المعجزة. الإخوة في انتظاركم، في انتظار طلباتكم للصلاة. الرب يبارككم.